ومن الاقتصاد إلى آفاق العلاقات السياسية المصرية الكويتية، ينضم إلينا دكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أحمد. يعني علاقات سياسية متميزة، تطابق وتقارب في الرؤى السياسية تجاه العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية. كيف تقرأ التقارب السياسي ما بين مصر والكويت في هذه الفترة؟ تحياتي لك ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن العلاقات المصرية الكويتية نقول هي علاقات شراكة استراتيجية متميزة وممتدة، وتمثل نموذجا يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية في التعاون المستمر على المستوى الثنائي وتطوير هذه العلاقات وتشابكها على كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والشعبية بين البلدين. صحيح. وفيما يتعلق أيضا بالتنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمة العربية، وهي تحديات كثيرة ومتعددة من داخل الإقليم ومن خارجه. وبالتالي هذه العلاقات شهدت طفرة، وهم يحتفلون البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما. وطوال هذه الفترة شهدت العلاقات محطات تاريخية، كانت مصر دائما إلى جانب الكويت، وأيضا الكويت إلى جانب مصر، وقفت الكويت إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي العدوان الإسرائيلي في 67، ودعمت مصر وأيضا وقفت مصر في حرب تحرير. صحيح. في حرب 73 وقفت مصر أيضا إلى جانب الكويت في حرب تحرير الكويت، واعتبرت مصر أن أمن الكويت هو جزء من الأمن القومي المصري، وأن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري وجزء من الأمن القومي العربي، وترجم هذا في سياسات وأفعال وأقوال على أرض الواقع، ترجمة حقيقة الخصوصية التي تجمع مصر مع دول الخليج وبالطبع منها الكويت. لأننا نقول أن مصر ودول الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية تمثل الآن القلب الصلب في النظام الإقليمي العربي الذي واجه تحديات متعددة وتهديدات كثيرة، تدخلات خارجية، انتشار الإرهاب، الصراعات، الحروب، الأزمات. مصر الآن تكون قاطرة. صحيح. للعمل العربي المشترك في مسارات متوازية ومتكاملة، مسار تدعيم العلاقات الثنائية، تدعيم التعاون الاقتصادي، ويشملها للتنمية والازدهار والاستثمارات المتبادلة وتفعيل الموارد وتوظيفها نحو تحقيق الرفاهية والتنمية للشعوب العربية ولكل المنطقة، مع مسار التنسيق والتعاون المستمر فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الخارجية التحديات. نقول كما أنت أشرت هناك توافق يصل إلى حد التطابق في وجهات النظر في المواقف بين مصر والكويت فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا المختلفة، دعم العمل العربي المشترك، دعم القضايا العربية وعلى مستوى بالطبع القضية الفلسطينية، تسوية الأزمات العربية والحروب والصراعات المشتعلة في كثير من دول المنطقة، في ليبيا، في سوريا، في غيرها، وفق مفهوم دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، ربط الميليشيات والفكر الإرهابي والفكر المتطرف وغيرها من ربط التدخلات الخارجية. أيضا تطابق البلدين فيما يتعلق بمواجهة آفة العصر وسرطان المنطقة، وهو الإرهاب والجماعات الإرهابية والفكر المتطرف الذي يستخدم الدين لأغراض سياسية. أيضا هناك تطابق فيما يتعلق بدعم القضايا العربية فيما يتعلق بتدعيم العمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية في قيادة القضايا العربية، خاصة أن الكويت تترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية. وبالتالي هذه الزيارة للرئيس السيسي للكويت اليوم تأتي في سياق مهم، ولقائه مع شقيقه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح بتعكس قوة وحيوية وهذه العلاقات الصلبة المترسخة عبر عقود طويلة، بتعكس أيضا حجم التعاون والتنسيق المستمر وحرص وتواصل الإرادة السياسية لدى قيادات البلدين في تنمية وتطوير هذه العلاقات، في دائما وجود آليات مؤسسية للتنسيق والتشاور المستمر، ومنها آلية القمة الرئاسية التي تعكس دائما حرص البلدين على التكاتف، على التعامل وعلى التنسيق فيما يتعلق بتنمية العلاقات ومواجهة هذه التهديدات والتحديات للأمة العربية. الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.